لازم تروح مع ابوك. كان ضل واحد منكم يا ستي مش الاثنين يا ستي. قصفوا الشقة ساعة واحدة. هذول الأربع أستاش هذو وإحنا إحنا عايشين. إيش إيش صار؟ هي اللي صار. والله مدنيين نازحين جايين. لك مرقنا عن المعبر. ما فيش حاجة. يقولوا لنا رفح آمن، ما فيش أمان. ما فيش أمان في الدنيا إلا عند ربنا الأمان. في أمان؟ ما فيش أمان. بكفينا وقلتونا رفح منطقة آمنة، اتوجهوا على رفح. عشنا عيشة الذل والمهان والتعب، وكل يوم بنودع شهداء أطفال وكبار وشباب وصغار.